متابعي راديو هلا، ما زلنا معكم بالتغطية بيرالي الأردن 2024. إذا المرحلة الأولى انتهت، مرحلة البانوراما. زي ما أنتم شايفين وراي السيارات بلشت توصل، النتائج صدرت. وبالمقدمة في هذه المرحلة الأولى عم نحكي عن ناصر عطية، القطري ناصر عطية الحاصل على اللقب 15 مرة إلا السنة الماضية. يعني اليوم هو أكيد بيسعى بكل المراحل لاستعادة اللقب والحصول على اللقب للمرة 16. بالمرتبة الثانية عندنا عبد الله الرواحي، طبعا يعني هذا المتسابق ايضا الشرس، المنافس القوي اللي قدر انه يحصل على اللقب العام الماضي. بالمرتبه الثالثه عبد العزيز الكواري، وبالمرتبه الرابعه شاكر جويحان، والمرتبه الخامسه دينيس كروتوف. احنا رح نحاول الان التوجه للسائق ناصر عطيه. طبعا هذا السائق يعني درجه اولى، معروف بخبره طويله جدا في عالم الراليات، ف يعني طبيعي جدا هذه النتيجه مش مفاجئه، وبنتمنى له كل التوفيق، واكيد اهم شيء السلامه العامه. الحمد لله على سلامه الجميع. نتائج المرحله الاولى، مرحله البانوراما، انتهت بانتظار اكيد صيانه سياراتهم مره اخرى. احنا موجودين بالسيرفيس اريا، مركز الصيانه، المنطقه اللي بتوجهوا فيها المتسابقين بسياراتهم بعد كل مرحله لتاكد من جاهزيتها واستعدادها للمراحل المقبله القادمة. طبعا المرحلة اللي بعد البانوراما رح تكون تبدأ قريبا جدا، ورح نطلعكم على نتائجها أولا بأول. عم نقدر نسمع صوت السيارات، ولكن أكيد عبر السوشيال ميديا رح نصور لكم عن قرب شو عم بصير بالمسارات خلال هذا اليوم، واللي هو اليوم الثاني من رالي الأردن 2024، واللي هي الجولة الثانية من ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات. خليكم معنا متابعينا، أهلا وسهلا بالجميع.